ده مختار البدري، ده كتاب الشيخ العلامة النجمي رد عليه سماه ضحض بعض شبهات البدري المفتري، تأليف العلامة النجمي. شوف هنا ذكر، شوف الزول ده خبيث كيف، وده الليلة مش قعد مع التكفيرين السرورية اللي استقبلوا محمد سروري بالنائب زين العابدين زي محمد عبد الكريم وغيره، ومشى قاعد مع الصوفية بتاع الكباش، وقاعد مع الطيب الجد ومع غيره. شوف شوف الضلال ده كيف، ومع عبد الحي يوسف وغيره. طيب أول حاجة ده بيطعن في العلماء وبيطعن في أئمة الإسلام. يتكلم عن الشيخ ابن باز، قال أنا عندي الشيخ ابن باز ضيع علمه بمتابعة الأمراء، حرم الأمة، يعني حرم الأمة من علمه. وقال مؤلفاته ضعيفة جدا وبسيطة، أي طالب علم ممكن يؤلفه. ده مختار البدري بيتكلم عن ابن باز، ورد عليه والشيخ النجمي. ده كلام الشيخ النجمي رحمه الله، وهو إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة، أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله من ضمن مجموعة من علماء المدينة. ده بيطعن في الشيخ ابن باز يا أنصار السنة. الآن بيجيبوا في قناتهم الآن مختار البدري، قال شنو؟ قال مؤلفاته ضعيفة. يا ربي الود ده بيتكلم عن منه؟ هل بيتكلم عننا نحن؟ عشان تعرف منو اللي بيطعن في العلماء ذاته. ده بيتكلم في الشيخ الإمام العلامة ابن باز. طيب قال مؤلفاته ضعيفة جدا، وده مش قاعد مع أولاد أنصار السنة الصغار بس، قاعد مع رؤوسهم كلها، ناس خالد عبد اللطيف والهواري ومين ما عارف والعدسي ولا مين، قاعدوا هنا في اللاماب، وقالوا المشاكل البياناتنا دي مشاكل يعني يجب أن نتوحد في مواجهة شنو ما بعرف. المهم قال مؤلفاته ضعيفة جدا وبسيطة، ده الشيخ ابن باز، أي طالب علم ممكن يؤلفه لأن الشيخ فاضٍ، يعني الشيخ ما مشغول يعني. الله ده كلام عجيب. قال ثم سأل الله، يعني سأل الله أن يبعد الشيخ عن تولي رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، يعني قال يا الله يبعد الشيخ ابن باز من رئاسة العلوم والإفتاء. قام قال نرجو له أمرا عظيما جامعا، سوى له نونية، قال بعدا عن العرفاء والسلطان، إنه قال الشيخ ابن باز يبعد من العرفاء والسلطان. وده يا أخواننا كلام عجيب يا أخي، تقدح في عالم من علماء أهل السنة والجماعة. وقبيل الإمام الصابوني رحمه الله قال لك علامة أهل البدع وغيره من السلف، علامة أهل البدع شنو؟ الوقيعة في أهل الأثر، وإذا رأيت الرجل يحب علماء السنة فهذا من علامات أهل السنة. وعلق على، قال بشرح النونية الودع من فوقها يعني عنده تعليقات، قال ابن باز ما له جهود علمية في الدعوة السلفية، وشوية الرسائل دي أنا لو قفلت نفسي في غرفة ممكن أؤلفها، يعني قال شوية الرسائل العمل ابن باز لو قعدت في غرفة أنا قال يعني بألفها. شيخ ابن باز رحمه الله إمام عالم، ومؤلفاته وإن كان فيها شيء من التبسيط والاختصار إلا إنه بتلقى فيها زبدة ما في المسألة من 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 كلام ومن خلاصة ومن حكم شيخ ابن باز رحمه الله. عشان كده بتلقى تعليقاته على صحيح البخاري، على فتح الباري، وتعليقاته على فتح المجيد والطحاوية، بتلقاها زبدة. في النهاية أنت ما بتستغنى عن شروحات الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح كتب العلم جميعها، في الفقه وفي العقائد وفي الحديث وفي غيرها، عرفتها؟ وما المقصود أن الزول يبرز عضلاته، لكن ما هو العلم وما ويكون العالم مرجع ترجع إليه الأمة عند الاختلاف والإشكالات، ويوجد عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره، وكيف كان أثر دعوة الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله مش على السعودية بس، في السعودية كثير من العلماء اللي هو بقول إنه بيرى إنهم وهم صحيح إنه علماء ألفوا كذا، مثلا زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من تلاميذ الشيخ ابن باز، وكثير من العلماء ده من آثار لتاني يسوي للأمة جنو. لكن انت ما من الأمة اللي بتقعد عشان تقرأ يا مختار البدري يا كذاب يا مفتري يا مرجي، زول مرجي، عرفتها؟ طيب عرفتها، وفتاوى نور على الدرب وغيره من يعني المؤلفات العظيمة والأثر العظيم. الشيخ ابن باز أثروا ما على السعودية زي ما قلنا، أثروا على أفريقيا، أثروا على آسيا، أثروا على أوروبا، على غيره من بلاد العالم والأمة الإسلامية، يعني يقيف معاهم في الإعانات المادية، ويقيف مع الناس بيجاهه
فضلا عن فتاواه فضلا عن علمه وفضلا عن تدريسه، وهو بالمناسبة من المؤسسين للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، من المؤسسين شيخ ابن باز رحمه الله، وهو أول رئيس للجامعة الإسلامية. أنت مختار بدري نتيجتك شنو؟ قعدت مع بتاع الكباشي، وحتى لما قاعد مع ناس الكباشي جادعين ورا التكفيرين قايمين بالوضع، هم قالوا دارين ينصروا الشريعة، طبعا دارين ينصروا الكيزانهم مش الشريعة، لكن حتى في باطنهم ده داك جادعين ورا المختار البدري، قتلنا جنب المكيف زي الضب عرفته، وديلك قايمين بالموضوع كله وانت تطعن في الشيخ ابن باز، يا اخي ما تخاف الله وتتقي الله سبحانه وتعالى. طيب برضو قال في بيتكلم عن كتاب الوصول الثلاثة في شرح النونية صفحة 17، قال فنحن عبنا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآتي. يا زول مختار البدري اللي بيمشي مع التكفيرين والصوفية اللي بينادوا غير الله بتعيب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، انت بتعيب زي ما قال الشاعر وقالوا هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. قال مما عابوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال قوله في الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. ثم ذكر أنواع من المعارف ما أوجبها الله ولا رسوله، ده كلام مختار البدري، على أحد من البشر، فأين الدليل؟ فإجاب هذه التفاصيل باطل لا ريب. والله أنت كلامك الباطل يا مختار البدري، ده استند الأصول الثلاثة، والله أول ما تقرأ وتتعلم من الدعوة السلفية كتاب الأصول الثلاثة مبني على حديث، ده الآن بيصدروا أنصار السنة، قالوا يرد لهم على العلمانيين ويرد لهم على الحزب الجمهوريين وعلى غيره، ده ما عارف إنه الأصول الثلاثة مبني على حديث البراء ابن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره، ويجزى منه في البخاري ومسلم وغيرهما، حديث يسأل الإنسان في قبره عن ثلاث ما عارف، قال بعيب على الشيخ. تعيب شنو أنت؟ أنت عيب على روحك إنك مشيت مع الصوفية وقعدت معهم، عيب على الصوفية أول. زول يؤلف في نقد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يؤلف، بل ويذهب ويجلس ويؤانس ويؤاكل أهل الشرك والضلال من الصوفية، دعاتهم وناس ود بدر وغير من السحرة والمجرمين، وكلام كثير عرفته. برضو من كلامه الباطل قال يبقى معناها، بيتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه جاب له بدعة، قال عنده شريط اسمه قضايا منهجية، قال يبقى معناها نحن ممكن نقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى ببدعة ما يجيبنا واحد يقول كيف تقولون الكلام ده، أي نقول الكلام، لو داير دليل نديك، لو داير كلام هل العلم نديك، والله تبى استنفع يودوك الثورة دي بس فرشة نجيب ليك كلام فارغ ساكت، يا اخي ده عالم يا أخي، ده عنده علاقة بالعلم، ده تجيبه أنت أنصار السنة، وكلام باطل كثير، وطعني في آل سعود، وطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وطعونات في الصحابة، وطعن في ابن جرير السلفي الطبري رحمه الله، وطعن في الشيخ الفوزان وغيره من الكلام الباطن، ده بصدروا أنصار السنة. رأيكم شنو يا أنصار السنة في مثل هذا الرجل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعلم الشباب أن هؤلاء الحزبيين على ضلالة وعلى باطل، وأنهم مخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة. ونحن نوصي إخواننا الشباب أن يمضوا قدما في الدعوة، والله الحزبيين غير أنه يعني يقيفوا حائط صد بين الدعوة وبين وصولها إلى الناس ما ممكن يقدموا حاجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أوعى سامع مختار؟ يا مختار. أيوة نعم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف أخبارك؟ شاء الله طيب. والله تمام. السؤال الأول، هل علي حسن الحلبي سلفي أم لا؟ وهل تثنون عليه؟ وهل شنو؟ وهل تثنون عليه شيخ مختار؟ طيب السؤال الأول، متى ترك علي حسن السلفية؟
لا نريد نريد ان نعرف الان هل علي حسن الحلبي ما في مانع انا ما زلت اريد ان اعرف علي علي انا انا ما برضه اني اسمع علي في ام لا انا ما برضه عندي سؤال عندي حق في السؤال طيب متى ترك علي حسن هل كان علي حسن سلفيا من قبل كان 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 مع الشيخ الألباني ومن اللصقاء بشيخ الألباني ولكن نزل عن حاله الآن عندكم طيب عندي ليه ليش عندي أنا بالضبط نتناقش من موقفكم في علي حسن الحلبي نريد أن نعرف موقفكم الآن من علي حسن الحلبي بوضوح طيب لماذا مختار بالذات موقفه من علي حسن بس سؤال برضو قائم يعني أنت ما أجبت الآن أنت رديت بسؤالين ولم تجب أنا ممكن أرد عليك بأي سؤال ما تريد أن تجاوب يعني أنا أجيب علي حسن السلفي وماذا أنا سلفيا أنا 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 محمد عليك علي حسن السلفي ليس سلفيا مبتدع من المبتدع ما مشكلة أنت جاوبني هل سلفي أم لا يا أخي أنا ما أسمع أنت ما طالبني قروش ما على كيفك أنا ما عبدك فهمت أنا ممكن أجاوبك ممكن ما أجاوبك وأنا جاوبتك جاوبتني بشنو فهمت علي حسن سلفي وما زال سلفيا طيب هل تعلمون قال الله لسه الإجابة ما انتهت الإجابة ما انتهت طيب تفضل والذي يقول علي حسن ليس بسلفي سفيه طيب بس فهمت الإجابة عم قول لا هل تعلمون علي حسن خلي بالك لا هل تعلمون طعن العلماء فيه؟ هل تعلمون طعن العلماء لا ما في ولا عالم طعن فيه ما في عالم طعن فيه الشيخ ربيع طعن يطعن فيه الشيخ ربيع ليس بعالم عم قول الشيخ محمد بن هادي ما ليس بعالم الشيخ عبيد الجابري ليس بعالم الشيخ السحيم صالح السحيم ليس بعالم الله المستعان الله المستعان وعليه التكلان وعليه التكلان البعضو عبد العزيز على الشيخ لا ما طعن فيه طيب انا بسألك سؤال جاوب السؤال طعن فيه طيب عبد العزيز على الشيخ مدح سيد قطب وقال الذين يتكلمون في سيد قطب لا يفهمون ايش رايك فيه يا اخي نحن الان في مساله علي حسن ما على كيفك انت اسمع انت انا شغال معك اتكلم زي ما عايز انا الشيخ عبد العزيز على الشيخ مدح سيد قطب الشيخ الفوزان تكلم فيه الشيخ الفوزان لا عندي فيه كلام انا ذاتي برد عليه ايش رايك انت ترد على الشيخ الفوزان اي نعم اقول عنده تكفير عنده خطا في التكفير السلام عليكم وعليكم السلام وفي